ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك فيديو مؤلم يظهر جانبا من العناء الذي يتكبده عمال النظافة لأداء واجبهم المتمثل بتخليص المواطنين من النفايات، إلا أن المؤلم في الأمر هو أن بعض المواطنين يرمون الأزبال في الأرض مباشرة عوض أن يرموها داخل حاوية الأزبال، مما يضطر عمال النظافة إلى الانحناء وجمع الأزبال مباشرة من الأرض، وبالتالي الكثير من العناء لهم. ونحن من هذا المنبر نقول اتقوا الله في هاد الناس لأنهم كيتعذبوا ويضيعوا صحتهم. الله يخليكم، ما تبقاش تلوحوا زبلكم في الأرض، والله لا يضيع أجر المحسنين. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.